السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد على قناة موروكان بيرس المختصة في تربية طيور الزينة وأيضا أسماك الزينة. ومرحبا بكم. ومرحبا بكم في هذا الفيديو إخواني الكرام، فكما قرأتم في العنوان اليوم إن شاء الله سوف نقوم ب تجهيز قفص طيور الكناري التي قمنا بشرائها الآن والتي سوف أريها لكم إخواني الكرام. لدينا في هذا الكيس ما شاء الله تبارك الرحمن لدينا زوج من طيور الكناري، وهو هذا إخواني الكرام ما شاء الله تبارك الرحمن. الذكر اللون البني، أما الأنثى فهي اللون الأبيض. هنالك إخواني الكرام الطيور فهي منزعجة قليلا، لهذا فكما ترون فهي مندهشة. قبل أن نضع في القفص سوف أريكم ماذا اشتريت معهم إخواني الكرام. هذه المشتريات، هنا عندنا إخواني الكرام المجثمات التي سوف تقف عليها الطيور كما ترون، لدينا أربع سوف نقوم بتثبيتها الآن. وأفضل طريقة نقوم بها وهي نضع واحد في الأعلى وواحد في الأسفل، بهذا الشكل. وهنا سوف نقوم بوضع هكذا واحد هنا. بهذا الشكل إخواني الكرام. والآن سوف ننتقل إلى الأكل. اشتريت لهم هذا الأكل وهو الزوان أي الفلارس كما تعرفون. بالنسبة لي إخواني الكرام أنا أستعمل أكثرية البشنة والتي تسمى بالدنينة، لهذا إخواني الكرام فطيور الكناري من الأفضل أن نشتري لهم الفلارس. وأيضا لدينا هنا الخرطال أو ما يسمى بالشوفان ولكن غير جاهز، وأيضا القليل من حبة سوداء نسيت اسمها إخواني الكرام كما ترون. ولدينا أيضا إخواني الكرام هنا اشتريت المعلفيات الجديدة للطيور ومشربيات أيضا كما ترون. ها هي لدينا هنا، سوف نقوم بملئها. وأيضا إخواني الكرام لدينا هنا المعلفيات، هي والآن سوف نقوم بوضع الطيور بتجهيز الأكل ومن بعدها. وقبل ذلك إخواني الكرام نسيت أن أريكم هذه الأشياء، فهذه الصوابع ما تسمى بالصوابع نضع فيها القليل من الكالسيوم أو نقوم بوضع الباتي ونضع للطيور بهذا الشكل، فهي جميلة الشكل إخواني الكرام. والآن سوف نقوم بملء المعلفيات ومن بعدها نقوم بملء المشربيات ثم نضع الطيور في قفصها الجديد، وهيا بنا.
والآن إخواني الكرام سوف نقوم بملء هذه الصوابع بهذا الشكل. التي سوف نقوم بملئها الآن. وبهذا الشكل إخواني الكرام كما قلت لكم نكون قد قمنا بتجهيز القفص بشكل جيد، ولا يزال ينقصنا فقط أرضية القفص التي سوف نقوم بتغطيتها بالأوراق لكي نحافظ على نظافة القفص بهذا الشكل إخواني الكرام. ونقوم بوضع الأوراق بهذا الشكل كما ترون إخواني الكرام، ثم نقوم بإدخال أرضية القفص، وبهذا نكون قد قمنا بتجهيز الأرضية. ومن بعدها لا يزال لنا إلا أن نقوم بتغطية القفص لتجنب مرور الرياح إخواني الكرام. سوف نقوم بتغطيته بهذه الغلاف الأبيض المصنوع من البلاستيك بهذا الشكل، لأنه إخواني الكرام كما تعرفون أن طيور الكناري هي طيور حساسة جدا مقارنة بالطيور الأخرى كالكروبيو وطيور الزيبرا وأيضا طيور البر. بهذا الشكل ثم نقوم بتغطيته هكذا إخواني الكرام، سوف أقوم من بعدها وبهذا الشكل إخواني الكرام نكون قد انتهينا وقمنا بتجهيز القفص بالشكل المناسب، والآن سوف نترك الطيور على راحتها من أجل أن تتأقلم بالشكل الجيد، ومن بعدها سوف نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وجميل إن شاء الله. ابقوا معنا إخواني الكرام ومع السلامة.